اهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا بيه. حضرتك بتشتغل ايه مثلا؟ انا رقيب ممرض عبد العزيز محمد ابراهيم منصور بمستشفى اهلا البحر. وسهلا. ممرض فين؟ في نفس المستشفى؟ في نفس المستشفى بس مريض الان. مريض الان. ايوه. طب قول لي بقى يا استاذ، ايوه يعني يا ترى في محسوبيه بحكم انك ممرض مثلا بيعاملوك احسن ولا حاجه ولا لا ايه بقى والله تفتكر؟ طبعا المعامله واحده خالص، ويعني بالاخص عشان خاطر زملائي كمان يشعروا ان مفيش ميزه للممرضين، لان كلنا سيان، كلنا يعني ممرضين زي الصف ضباط والعسكريين، هو كلنا كده واحد برضه، هو مفيش. الواجب كده ان ده هو هيكون دليل على ان كل مريض يحس بان مفيش ابدا واحد بيعامل احسن من التاني حتى ولو كان صاحب بيت يعني. طبعا طيب يا فندم، وفي الحقيقه كمان يعني عندي لما بكون ان انا اقدر اقوم من السرير، لان انا عملت عمليه جراحيه وكانت الحمد لله يعني ربنا انقذني، ولما بنقدر لو بنقدر نقوم يعني، فطبعا بنبص نلاقي اي واحد مريض جنب مني تعبان او في العنبر، فبنحاول يعني نساعده باي طريقه ونساعد الممرض اللي هو نبطش العنبر اذا كان مشغول يعني مش قادر طبعا يستطيع الشغل كله. يعني انت دلوقتي مثلا اما بتكون كده نايم وحاسس في نفسك انك نشيط وتلاقي عيان جنبك عاوز حاجة، برضه بتحن الى انك تقوم بواجبك بالطبع كممرض وتقوم تخدمه. ده شيء يعني غصب عني كمان يعني يعني لازم اقوم شعور اراعيه طبيعي كده. بالطبع. لا ده شيء جميل خالص. تحب تسمع حاجة ولا؟ انا احب نسمع اغنيه لسيادتك، ولكن بس يعني انا احب اطلب لسيادتك، ولكن اهدي اغنيه ديت عشان والدتي، بس علشان خاطر ان انا عامل عمليه بقالي 40 يوم النهارده، وهي موجوده عندي بقالها 15 اشهر، كنت طبعا منتظر العمليه، واهدي لها ست الحبايب، ولو اني كنت عايز نسمع لسيادتك اغنيه، معلش برضو، ما هو يعني واهديها لحني كأن أنا اللي بغنيه بالظبط. واهديها لكل ام طبعا في الجمهوريه العربيه المتحده. ده شعور جميل أوي أوي أوي. طيب يا فندم حاضر. أستاذ محمد، ده فرصة طيبة جدا، والشعب العربي والشعب الليبي بصفة عامة يحييك. العفو يا فندم، كل سنة وأنت طيب، وأنا سعيد جدا بإني أشوف أحد أبناء الشقيقة العربية موجود بيننا هنا. قول لي يا أستاذ، حضرتك من أنهي؟ من ليبيا. من ليبيا؟ ليبيا طرابلس. أهلا وسهلا. يا ترى في زمايل لك كتير هنا من البلاد العربية معاك في التحصيل في العلم يعني مثلا؟ في يعني من الكويت. أيوة. والسعودية ومراكش والجزائر. واليمن، فكل من تلقوا في العلم هنا في المعهد. كويس أوي، يعني نقدر نقول بقت جامعة عربية بحرية. افتكر ان نتيجة الحياة والدراسة والجلوس مع بعض مع طلبة الجمهورية العربية خلى في اندماج تام بينكم، مش كده برضو ولا ايه؟ طبعا يعني فيش فرق بين الطالب العربي مع الطلبة الثانية الشرقية اللي تركوا في العلم في هذا المعهد الكبير. لا يعني بدي اقول في اندماج، يعني في حصل في اندماج، الألفة دي عملت اندماج في كل شيء. طبعا بحكم هذا القوة و اندماج. عاوز اسألك سؤال برضو بمناسبة الاندماج، يقول يا ترى الشاب او الفتاة الليبية مثلا اللي بتسمع الاغنية العربية اللي خارجة من عندنا هنا، اما بتغنيها باللهجة الليبية ولا بتندمج في اللحن والكلام بحيث ان ما تقدرش تفرق بين اللهجة اللي احنا بنغني بيها ولهجتها؟ بتندمج في نفس اللحن واللهجة المصرية، يعني نفس بالضبط الطريقة، نفس الطريقة. انا لاحظت انه تجد مثلا اروح في بلد عربية مثلا اي بلد تانية تكلمني باللهجة بتاعتهم، وبعدين مثلا اما تسمعني اغنية من الاغاني بتاعتنا
تذوب هذا تذوب هذه اللهجة خالص وتتلاشى وكأني بسبع واحد من الجمهورية العربية أو فتاة من الجمهورية العربية. ده دليل على أن الفن هيجمع اللهجات ويعمل تآلف كبير جدا. طيب يا سيدي أنا متشكر جدا، وأنا شايفك كمان لسه شباب إن شاء الله كده، لسه يعني قدامك متسع من الوقت عشان تخدم بلدك وعشان إن شاء الله. يا أستاذ محمد، أيوة، أرجو أنك تسمعني أغنية الجيل الصاعد، فتمثل المستقبل والأمة العربية الصاعدة. حاضر بكل أمنية، بس إيه بقى عاوز تسمعها مني أنا ولا من التسجيل؟ تفضل. إيه يعني؟ أنا هقول لك منها حتة صغيرة كده، أنا مش هقدر أقولها لك. والله لو سمحت. إنك أنت عارف إنه بيغنوا فيها مطربات، وأنا مش ممكن هقدر أحاكي المطربات يعني. تاي 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 بام 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 ترر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 
زمان. عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان، عاش الشعب العربي كله شعب سلام وأمان. عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان، عاش الشعب العربي كله شعب سلام وأمان. عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان، ثورة مارد للحرية هب ونادى بالقومية. ردينا عليك وإيدينا في إيديك وطلعنا معاك نبني وياك يا جمال. ردينا عليك وإيدينا في إيديك وطلعنا معاك نبني وياك يا جمال. قولوا معايا حيوا معايا عايش عبد الناصر. صاحبنا في هذه الجولة بين عنابر المستشفى البحري العام بالإسكندرية السيد رئيس فرع الشؤون العامة للتوجيه المعنوي وأركان حرب الخدمات الطبية بالقوات البحرية. الأستاذ عبد الوهاب طلب أنه يدردش وياهم شوية قبل ما نودعهم ونترك المستشفى في يوم عيد البحرية. يا فندم دي فرصة سعيدة قوي أن يعني إحنا بجتمع بيكم، وبرضو بحكم أن أنا موسيقي أحب يعني أسأل بعض أسئلة كده ممكن؟ أوي أوي، إحنا الأسعد يعني بمقابلة سيادتك. الله يحفظك. إلا يا ترى في فرق يعني فرقة موسيقى مكونة من اللي على المركب زي مثلا المراكب التجارية، ولا بس بتكتفوا مثلا براديو إذا كان موجود أو حاجة زي؟ والله في القوات البحرية موجود فرقة موسيقية فيها آلات نحاسية وفيها إرب وفيها آلات وترية، لكن المراكب بحكم كونها يعني مراكب حربي فمش متوفر يعني ان احنا نحط فيها فرقة موسيقية مخصوص عشان ترفع عن الضباط والصف والأفراد في المركب، لكن في إذاعة الجمهورية العربية طبعا بتصل إلى السفينة في أي مكان بتروحه، كذلك بيبقى فيه مثلا مسجل أو بيبقى فيه اسطوانات. وبالمناسبة دي أحب أقول يعني إن الأناشيد والأغاني الموجودة حاليا لها تأثير كبير في تعبئة الوعي القومي في البلد، كذلك في الترفيه عن القوات البحرية وخصوصا في الوحدات لما بتكون مسافرة بعيدة عن الوطن. ما هو ده اللي أنا عاوز أصل إليه، يعني اللي بدي أقوله أنا بتصور إنه لو كان في فرقة يعني مكونة على ظهر المركب وأصوات اللي نتلمس فيهم الأصوات الكويسة مع بعض وتحفظ أناشيد وأغاني اجتماعية، يمكن ده يعني مش من وجهة نظرك ده مفيد ما يضرش؟ قطعا في كل مركب هتلاقي فيه الفنانين اللي بالسليقة والهواة بتاع الموسيقى، فتبص لقى اللي جايب العود بتاعه اللي جايب الكمانجة بتاعه اللي صوته كويس،
فتبص لقي من نفسهم اتجمعوا في اوقات راحتهم وعملوا زي ما تقول فولكلور شعبي جميل، وساعات بنقيم حفلات في المركب هم اللي بيحيوها وبيبقى فيهم ناس في منتهى الجمال. لا يعني انا اقصد انها تاخد صفة رسمية، لانه من الجايز كمان هذه الصفة الرسمية تخليهم اما يدرسوا اكتر من انهم يبقوا هواة، يمكن يطلع لنا منهم حاجة كويسة يعني. والله اللي بيطلع منهم هواة طبعا له ان هو بيتقدم الى فرقة الموسيقى اللي ذكرتها في الاول، وبيعني بياخد دراسة وافية كويسة قوي في الموسيقى. طب قول لي، عاوز اسألك سؤال يمكن يكون بعيد شوية عن الفن. سيادتك طبعا وانت على المركب خدت على صوت الامواج، اي، واللي بنعرفه ان الواحد اما بيكون مسافر مثلا في القطر سكة الحديد وطول القطر ما هو ماشي بينام، واول ما يقف القطر بيصحى، اي، فهل يا ترى اما بتروح البيت بعد سفريه طويله بتلاقي صعوبه في النوم على اساس ان صوت الامواج ده عمل لك شبه حاجه نغمه كده جميله بتنام عليها؟ والله الكلام ده في الواقع صحيح بعض الشيء، لان الواحد في المركب بياخد على صوت الامواج وبياخد كمان على صوت الماكينات، بحيث ان لما المركب تقف ويكون هو في وقت راحته ونايم من نفسه تبص تلاقيه صحي، وطبعا ده التأثير ده بيظل معاه ليلة أو ليلتين بعد ما يروح بيته. قولي يا فندم، هل يا ترى في طب بحري زي ما في دلوقتي مثلا طب للطيران؟ آه طبعا، في فرع من فروع الطب يختص بالحوادث اللي بتحصل في البحرية، سواء غطس أو غواصات أو ضفادع، والقائمين بيه بيعالجوا هذه الحوادث وهذه الأمراض. طيب برضو سؤال، نرجع للموسيقى إلى حد ما، هل الأغنية في حياتكم وانتوا في الغربة بتقربكم أو بتحطكم في جو بلدكم، في الجو البلد يعني؟ هل الأغاني أصبح لها قيمة خلق الجو أو إدماجك في جو بلدك؟ من غير شك، يعني الواحد لما بيكون مسافر في سفرية وبعيد عن بلده وبيسمع حد حتى من العساكر بيغني غنوة تذكره بوطنه بيبقى مبسوط جدا وعايز يرجع النهاردة قبل بكرة بلده. ده شيء جميل. طب سؤال، هو بقى الحقيقة كده حاجة تضحك، لكن يعني أنا عاوز أسأله برضه. في عندنا مثل يقول لك إيه، مثلا ما واحد يقول لي واحد اتفضل عندنا مثلا اشرب فنجان قهوة أو حاجة زي دي، يوم التاني يرد عليه ويقول له لا، دي عزومة مركبية ولا عزومة صحيح؟ دي أصلها إيه؟ تفتكروا أصلها إيه؟ مخالف للحقيقة، لأن الحمد لله البحرية مشهورة بالكرم، إنما يتهيألي يعني إن عزومة مركبية دي جاية بإن الواحد بيبقى مثلا في المركب بتاعته في نص البحر ويشاور الواحد على البر ويقول له اتفضل، فهو هيقول له اتفضل إزاي يعني؟ طيب يا فندم، أنا شاكر الفضل وأنا سعيد جدا بالست سامية أتحت لي هذه الفرصة إني أنا آجي في المستشفى اللي انا اول ما قالت لي ان احنا عاوزين حاجه ان زياره منك فانتخبت هذه المستشفى، يمكن انا لاني من رواة البحر كمان، دي مساله مهمه عندي انا. شكرين قوي يا فندم. كنت عاوز اقول حاجه اخيره، البرنامج قرر انشاء مكتبه وقرر ايضا ان احنا نبتدي بالمستشفى نعمل فيها مكتبه من جميع الكتب الادبيه وغير الأدبية والموسيقية، وكمان نعمل مكتبة فنية ومكتبة فنية واقعية. يعني إيه؟ يعني نهديكم بعض اسطوانات يمكن تقدر تقوم ببعض الواجب نحو النزلاء هنا من أخواننا العيانين، فهل يعني تتفضلوا علينا بقبول هذا؟ علوم دي فكرة كويسة قوي، والموسيقى من أهم أسباب رفع الروح المعنوية عند العيانين. أحب أن أقول أن حكون دي أول مكتبة تحمل اسم البرنامج حكون عندكم. علوم، احنا متشكرين الله يحفظنا هذه الفرصة. متشكرين يا فندم. عفوا. طب فندم، أنا لي سؤال أخير لو سمحت. تفضل. بمناسبة احتفالنا الأسبوع ده بالعيد الثاني للبحرية، أحب أعرف مرة تانية إيه المناسبة اللي خلتكم تختاروا اليوم ده بالذات وتجعلوه عيد للبحرية؟ يا ستي، في مثل هذا اليوم من حوالي 1300 سنة حدثت أول معركة بحرية عربية في تاريخنا العربي العريق،
فحاول الروم غزو البلاد العربية في ذلك الوقت، وبعتوا حوالي 1000 سفينة تقريبا لمهاجمتنا، وخرج جزء من الأسطول العربي من سوريا بقيادة معاوية، وجزء آخر من مصر بقيادة عبد الله بن أبي الصرح، وكان مجموع الأسطول العربي لما اجتمع حوالي 200 سفينة فقط. ورغم كده قابل أسطول العدو اللي احنا قلنا بحوالي 1000 سفينة بروح فدائية مشهورة، وانتصر على أسطول الروم وشتته، وفشل غزو الروم لبلادنا. طيب فندم، احنا متشكرين قوي، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما نهنيكم بعيدكم وعيدنا، عيد البحرية. العفو يا فندم، واهلا وسهلا في البحرية. حي الأسطول، حي رجاله، فتيان البحر وأبطاله. حي الأسطول، حي رجاله، فتيان البحر وأبطاله.